بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، من يبحث عن المعلومة عن الخبر ليس عندي. أنا أطرح عليكم قضية ونناقشها معا حتى نعرف ونفهم ماذا يحدث. نحن اليوم نتحدث عن شخصية انتشرت انتشار شديد جدا وأصبح كثير من العالم العربي من متابعيها. توقعت وتنبأت ووضعت أمام الناس الحقائق فصدقوا، بل أصبحوا ينتظرون تنبؤاتها كل أول عام. فما رأي حضرتك؟ هل هو إلهام يأتيها؟ أم أنها من أتباع الدجال الذي يعطيها؟ أم أنها كاذبة كبيرة جدا خدعت الناس لأنهم خائفون من المستقبل؟ وفي ظل القلق يصبح الإنسان مستعدا لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس تصدق أي شيء. حقيقة ليلى عبد اللطيف المنجمة الملهمة أو العرافة أو الدجالة أو الكاذبة، حقيقتها إيه؟ أثناء اطلاعي على الأخبار المتعلقة بالمرحوم بإذن الله تعالى مصطفى درويش الممثل المصري الذي رحل وتوفاه الله منذ أيام، هذا الممثل الذي شهد له الناس أنه كان صاحب خير ويد بيضاء في الخفاء للمحتاجين، وأنا أطلع على ما كتب عنه لأتيقن من حقيقته التي وجدتها خيرا بإذن الله. استوقفني خبر جاء في موقع جريدة المفروض أنها محترمة، بيقول الخبر بعد تحقق نبوءتها بوفاة مصطفى درويش، ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتوقعات صادمة ومزلزلة، المصيبة اقتربت. إيه ده؟ ليه كده يا حبيب خالتك؟ مين دي اللي توقعت بوفاة شخص ما إلا إن كانت هي نفسها شريكة في القضاء عليه بوضع سم أو اغتيال مدبر؟ تساؤل قفز في عقلي فتذكرت المبدع أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر، فاكرينه؟ أيوة طبعا، الفيلم اللي لعب فيه دور نصاب دجال، وعرفنا من خلال الأحداث كيف يقوم الدجال بإقناع المؤمن به أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ومقام سيدي الكتنوني لألعب بالبيضة والحجر هدجل، ومين ما بيدجلش؟ الدجل هو لعب الذكي بأمال ورغبات الناس في حالة الانفعال، الكل بيتسوى في تقبل الإيحاء. الخوف بيعطل التفكير ويشيل القدرة على التصرف. تلك هي أدوات الدجال، استغلال خوف الناس، مشاكل الناس، ضعف إيمان الناس، كل أدوات الدجال هي هكذا. لكن هل ليلى عبد اللطيف أو ميشيل حايك بيشتغلوا لوحدهم، يعني منهم لنفسهم كده وخلاص؟ الأكيد يا سيدي لا، هؤلاء خلفهم أجهزة مخابرات بدليل تبني كل واحد منهم مؤسسة إعلامية في ظهره ينشر من خلالها أكاذيبه. ليلى عبد اللطيف وراها LBCI، والحايك ابن الحايك وراه MTV. نرجع بقى للخبر اللي وضع على صفحة موقع عربي. الخبر بيقول ليلى عبد اللطيف تصدق وتصدم الجميع بتوقعات صادمة ومزلزلة، المصيبة اقتربت. نزلت قرأت متن الخبر الفشيخ، لقيت الكذب الأفشخ، وجدت الآتي. وحضرتك لو كنت بتصدق الهجس ده كمل معايا للآخر حتى أضع أمام عينيك أحد شيكات ليلى عبد اللطيف الذي دخل حسابها من أحد رجال الأعمال اللبنانيين العاملين تحت مخابرات إحدى دول الخليج. هل الشيك بمبلغ كبير؟ لا، ده المبلغ كبير جدا، 150,000 دولار، وحبيبي اللبناني يعلم كم يساوي 150,000 دولار اليومين دول في لبنان. متن الخبر لا يأتي به أبدا أي إشارة أنها توقعت أو تدجلت من الدجل بوفاة مصطفى درويش عليه رحمة الله، لكن الخبر كان بيسحب القارئ للاطلاع على دجلها السياسي مدفوع الثمن بالدولارات والريالات والدراهم، ولا انت بتقبضي بالدولار حصرا؟ بتقول لك يا سيدي، او الخبر بيقول توقعت ليلى عبد اللطيف ان تصبح السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان محط الانظار والانفتاح، ان الامير محمد صاحب شخصية قيادية وقائد عظيم يحمل هموم الامة. تمام، شكرا، وبعدين ايه الحكاية؟ اين التوقعات ايتها الدجالة فيما قلتي؟ هذا كلام يقوله اي مندوب على اي شاشة فضائيات
قابض وبيكب الكلمتين ويروح. كملت نفاق للسيد حاكم السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأن السعودية ومصر وتركيا سوف يلعبون الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة. أهلا وسهلا، هل هذا توقع أم أنه منشور سياسي إعلاني ترويجي؟ بتقول لك يا سيدي انها بتلفت النظر لمصر، فقالت ان السيسي سيضرب بيد من حديد. ايه يا طنط، انت ما تعرفيش ان الحديد كله خلص وان المصريين اتضربوا بالحديد واتحط في ايديهم والحكايه انتهت؟ مين يجرؤ اليومين دول يقول كلمتين ولا ايه؟ توقعات اعلانيه مخابراتيه مدفوعه الثمن، واظن السيسي لا يحتاج لمثل هذه التوقعات لانها مرئيه ومتشافه ومعروفه. لكن وفي توقعات اخرى قالت على قناه مصريه وكلها ثقة، بتقول أن الوضع الاقتصادي في مصر هو الأفضل وسوف يرتفع قيمة الجنيه أمام الدولار زي مصطفى الحسيني. لا يمكن نستعين برد صديق أكثر خبرة من واحد زي عيال ساويرس، رأس مال إيه بقى ومليارات إيه وتجارة إيه وحكاية في الداخل والخارج، اللي ضرب كرسي في الكلوب اليومين اللي فاتوا وقال تصريح عمل هزة عالمية لأنه صاحب الخبرة في مجال الاستثمارات المختلفة، مش ماشي مع دجال وجلجلة يا بنت عبد اللطيف المصري. اسمع الدقيقتين الجايين لو عاوز تعرف مصر رايحة فين من غير دجل. اللي حصل في السنتين اللي فاتوا هو اللي وصلنا للوضع دوت. يعني من سنتين ما كانش فيه استيراد إلا عن طريق اعتمادات مستندية، فبالتالي كان فيه خامات كثيرة جدا ما عرفناش ندخلها، كان فيه حتى حاجات وصلت مصر وما عرفناش ندخلها. فده معناه ايه؟ معناه ان انت نظريا خليت الجنيه ثابت قصاد الدولار، انما عمليا اللي ورا الجنيه كله وقع. لانك انت النهارده لما اقتصادك يكون مخنوق، لا في انتاج ولا في بيع ولا في استيراد ولا في توزيع، فده كان اثر سلبا على الاقتصاد العام، وده اللي اثر كمان على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي اللي نزل من 62% ل 21% خلال 10 سنين. سمعتي يا طنط يا بنت عبد اللطيف المصري الله يرحمه، معرفش يربي للأسف رغم انه كان خريج أزهر. كلام سميح ساويرس صاحب الخبرة الذي اختلف معه اختلاف تام حول الأخلاقيات، لانه صاحب الجونة وصاحب بيع اللحم الرخيص في الجونة، لكني هنا امام فهم لواقع اقتصاد بلدي اللي عاوزين نلحقها بالخبرة والعلم مش بالدجل والجلجلة. سميح ساويرس بيقول ان سيطرة الجيش على مفاصل الاستيراد وخنق الاستيراد بالاعتمادات المستندية وسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري خلال 10 سنين نزل نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي من 62% للقطاع الخاص ل 22% فقط، والنتيجة كانت مفيش بضاعة داخل مصر، مفيش مشاريع قادرة تشتغل، في هروب للمستثمرين. يمكن اللي عمل كده كانت نيته حسنة وطيبة، لكن حضرتك الدول لا تضار بالنوايا الحسنة ولكن بالعلم ودراسات الجدوى الحقيقية. اللي مش السوق ملوش حل، يعني اللي هيحاول يخنقه هيموته. لو في فرصة استثمارية وما زالت متاحة والدولة ما دخلتش فيها يبقى أنا أخش فيها، بس أخش وأنا مش عارف الدولار بكام، ومش عارف إذا كنت هدخل الدولار ده هعرف أطلعه ولا لأ، مش عارف إذا كنت هعرف أستورد الخامات اللي أنا محتاجها للمشروع، ما عنديش مقاول راضي يديني سعر مثلا ساري لمدة سنتين، طب أعمل دراسة جدوى أصلا إزاي أعرف إذا كنت أنا المشروع ده هيكسب ولا هيخسر؟ ما أنا النهاردة بشتغل لازم أبقى عارف راس رجلية ولا لأ، أحسب على أني سعر الانترناشنال اللي هو مثلا 42 ولا سعر السوق السوداء في مصر 36 ولا السعر الرسمي 31، دي في حد ذاتها قاتلة لأي توقع من ناحية ربحية أو من ناحية جدوى، فبالتالي كل الناس مستنية. سميح ساويرس هذا الرجل الأعمال الكبير بيقول عنده 3 مشاكل، هي مشاكل في ما يخص الاستثمار. أولا سيطرة الجيش على كل المشاريع، وأي حد عاوز يشتغل لازم يبقى مقاول من الباطن للجيش، وده مش رأي سميح ساويرس لوحده، ده رأي صندوق النقد الدولي أو صندوق الخراب الدولي اللي وقع الجنيه المصري والاقتصاد المصري في الأرض، وضمن شروطه خروج الجيش من الاقتصاد المصري. والله أعلم لما الجيش يخرج من العملية الاقتصادية مين اللي هيدخل مكانه؟
كانوا أي شركات ماسونية أو صهيونية. المشكلة الثانية أنه لا يملك القدرة على تحديد سعر لأي مشروع، بيقول كده رجل الأعمال. يعني لو عاوز يعمل مشروع عقاري مثلا هيسعره إزاي ومفيش سعر صرف ثابت أو قريب حتى من الثبات. المشكلة الأكبر أن سعر الدولار عالميا هو 42 جنيه للأسف اليوم، وسعر سوق السوداء اليوم 36 جنيه للدولار، وسعر البنوك اللي البنك المركزي بيحدده ويتحكم فيه 31 جنيه. المشكلة أكبر من كده بكتير. ليه؟ لأن واحدة كذابة دجالة تطلع تجمل صورة قبيحة، المواطن العادي اللي ما بيفهمش أي حاجة في الاقتصاد ولا في حوكمة الاقتصاد شايفها بعينيه، وتمن ربع كيلو جبنة وبالطين. اخرسي يا كاذبة ويا دجالة. أما حكم الشرع في هؤلاء الكذابين أو الدجالين فهو خروجهم من الملة، ده إن كانوا أصلا موجودين داخل ملة. الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والعرافين كل هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هي حالتان، إما أن يذهب إليه وأن يسأله عن شيء معين سيقع مثلا فيخبره، يقول أنت سيحصل لك كذا وكذا بعد زواجك من فلانة، أو أنت زوجتك ستحمل بعد سنة ويحصل لك كذا وكذا، أخبره بغيب فصدقه هذا الرجل فقد كفر هذا الرجل بما أنزل على محمد. هل أنت ممن صدق هذه الكذابة؟ هل أنت تؤمن بالله وبكتاب الله لكنك تصدق هذه الدجالة؟ الحكم واضح، وهو من كلام رسول الله إن كنت تؤمن به: من ذهب أو صدق أو آمن بكلام عراف أو كاهن فقد كفر بالقرآن الكريم. هل تؤمن بكلام الحايك الكاذب الدجال أو تؤمن بكلام ليلى الكذاب الدجالة؟ من هي هذه التي تقبض بمئات الآلاف من الدولارات مقابل الكذب والدجل حتى تخرج وتنطق بما كتب لها، حتى أنها حين تقرأ المكتوب لها لا تحسن قراءته، رغم أنه كما تدعي هي كلامها هي الذي يلهمها لها الشيطان والجان كما تقول. اسمع يا من تقول أنك تؤمن بالله ومع ذلك تصدق الخرافات. تقول هي أن والدها مصري كان خريج الأزهر، تزوج من أمها اللبنانية وجابوا هذه المصيبة الثقيلة في الكذب والتدليس والدجل. لها أختان من والدها المصري وثلاث أخوة من زوج أمها اللبناني، درست في مدرسة داخلية حتى البكالوريا أو الثانوية العامة، هو ده كل دراستها كما في مصر الثانوية العامة، ثم عملت في سن مبكرة سكرتيرة في السفارة المصرية في لبنان ثم طردوها. من بعدها عملت بياعة في جاليري، وفي ذاك الوقت جربت النصب على المحيط الضيق بتاعها عائلتها، أصبحت تعرف مشاكل كل واحد وكل تفاصيل المشكلة والمتوقع لهذه المشكلة، وتضع أمامه عدة احتمالات، فكانت واحدة من هذه الاحتمالات تضرب وتصح لأنها تقول الجيد والسيء بكل اتجاهاته كما تفعل اليوم بالضبط. تضرب 20-30 توقع، يضرب منهم واحد ولا اثنين ولا اربعة والناس تصدق لأن الناس عايزين يصدقوا. كانت تطلق توقعات كانت تثير استغرابهم الناس المحيطين بيها، إذ قالت ذات يوم لوالدتها أن جدها هي سيذهب لتأدية فريضة الحج، بس هو كبير وعيان وعلى فكرة ممكن يموت هناك ولا يعود. ياه معقول؟ جدها كان طاعنا في السن ومريض جدا وكان يأمل أن يذهب إلى الحج ويموت هناك، كانت هذه رغبته. وفعلا الرجل ذهب إلى الحج مريضا وكبير في السن، وهناك في المدينة المنورة مات الرجل عليه رحمة الله. ومن هنا انتبهت أن ضربتها لهذا التوقع عملت دوشة حواليها وصدقوها. لكن في عام 1979 افتتحت محل لبيع الألبومات وشرائط الكاسيت الغنائية، وواضح طبعا حضرتك أنها رشقة في أي شغلانة تجيب أي فلوس حتى لو حرام. وفي هذا الوقت تزوجت من رجل سعودي وأنجبت منه ولدين هم فهد وزينة، دي حكايتها.
بعد وفاة زوجها عادت إلى لبنان، تزوجت رجلا آخر، افتتحت محل لبيع المنتجات الغنائية تاني. وذات يوم أصدها أحد أقربائها ابن خالها وطلب منها أن ترافقه إلى منزل شخص يدعى سمير طم، معروف بتوقعاته، بيطلع في برنامج تلفزيوني، وإذا بهذا الرجل يتعرف عليها وعلى قدرتها في الكذب ويقول لليلى عبد اللطيف: إيه رأيك تعالي اطلعي معايا مساعدة في البرنامج التلفزيوني اللي بقدمه مرايا الحظ، ونال اطلع، ايه المشكلة. ومنه انتقلت للعمل في تلفزيون MTV بدعم من الاعلامي غازي فغالي، وظهرت في برنامج لمدة 3 أشهر كانت خلالها تجيب على أسئلة المشاهدين الهبل من خلال مشاهدتها للصور التي يرسلونها لها عبر البريد، اللي هي البت الخارقة، من خلال صورة تقدر تتوقع بمستقبل صاحب الصورة. ايه يا ولاد الأرندالي ده. وفي MTV التقت بالمطرب ربيع الخولي، دي الضربة الكبيرة بقى، الذي أخبرته بأنه سيخسر شخص عزيز وهي سوف تراه في الدير. لكن ربيع الخولي لم يكن هو الشخص الوحيد الذي قالت له نفس الجملة، قالت لأكثر من 20 شخص. لم تحدد من هو القريب هذا الذي سوف يموت، هو قريب ولا بعيد ولا غريب، ما واحد هيموت وخلاص ماشي، عمالة تخبطها هنا وهناك، إلى أن فعلا توفى هذا الرجل، توفى له أخوه. غضب الخولي من كلامها وقتها، لكن بعد وفاة أخوه في حادث دراجة نارية اعتزل هذا الرجل الفن وأصبح الأب توني الخولي. وكان ما حدث للخولي وأخوه سبب شهرة كبيرة جدا لها. وبعد مرور سنوات التقت ليلى عبد اللطيف الإعلامية ريم نجيم، التي اقترحت عليها إعداد برنامج شهري تطلق فيه توقعاتها، وهو رزق الهبل على المجانين. أقصد هنا طبعا بالهبل حضرتك اللي بيضحك عليهم، والمجانين اللي بيقولوا أي كلام واسترزاء والناس بتصدقهم، لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. استمرت في إذاعة صوت الغد 6 سنوات، كما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية والوسائل الإعلامية المكتوب منها والمقروء والمشاهد وكله ماشي والرزق زي الفل. لكن برنامج التاريخ يشهد كان له وقع خاص عليها، وجعل المشاهدين يتساءلون كيف استطاعت عبد اللطيف أن تقنع رئيس مجلس إدارة LBCI بيار الظاهر بالظهور شهريا عبر هذه الشاشة، ومن هي الشركة الراعية للبرنامج، لأن هذه المحطة تحديدا لا تقبل إلا بالرعايات المادية الكبيرة لأي برنامج يظهر عندها. فكان وراءها جهات مخابراتية كبيرة ممولة لهذا المشروع، خليجية طبعا، لتنجمها في لبنان ثم تنتقل لبعض القنوات المصرية والخليجية لتمرير بعض الأخبار أو الأوامر المخابراتية، التي أصبحت تقوم بهذا الدور لإحداث فرقعات مخابراتية وقت اللزوم. لكن كل من يتابعها يعرف حتى لو تأثر بها أنها كاذبة وأنها تقبض ثمن ظهورها الإعلامي الكاذب. لماذا؟ لأنها وفي أحد البرامج تم فضحها على الهواء مباشرة. قبضت مصاري من حدا من سياسيين، حسيت أنه إجا قال لك هدي ليلى هيدي مبلغ توقعي لي أو طلع على تلفزيون مع رودولف لتسي احكي عني بالمنيح او اذكري اسمي او هي صايره اكيد بحياتها ما صارت حدا يقول لي اطلعي احكي عني بحياتها ما صارت. لما تطلعي تقعدي معهم وتتوقعيلهم وتشوفيلهم يعني هيك بلاش لله لله، عن مين بدي احكي؟ يا ليلى، هل تكلمتي عن سياسيين او عن دوله ما؟ هل روجتي اكاذيبك وقلتي انك تتوقعي فوز السياسي الفلاني او تقدم الحاكم العلاني أو ارتقاء الدولة الفلانية وأبطت الثمن دولارات في حساباتك بالدولارية؟ الإجابة القوية الصريحة المباشرة منها: بحياتي ما صار. تلك أكثر المواجهات الفضيحية التي فضحتها على الهواء مباشرة، التي لو كان عند هذه المرأة ذرة إحساس لاختفت من بعدها، لو كان عند من يستخدمونها من المخابرات ذرة احتراف لتخلوا عنها واخترعوا غيرها. هل تأخذي مقابل؟ ردت بما خصك، مالكش دعوة. يعني المذيع يقول لها: لو أني غير متأكد من هذا ما سألتك هذا السؤال، بيديها فرصة، ورغم ذلك بتقول له ما خصك ما تسألنيش. ومع ذلك أيضا تقول له: لا لا لا، ما في ولا حدا بيقول لي اطلعي احكي عني
ونحن نقول لها ولحضراتكم أنها كاذبة وأنها دجالة وأن من يصدقها من المغفلين وقعوا في معصية كبيرة وهي الشرك. شوف حكاية الشيك اللي ب 150 ألف دولار اللي تم صرفه من فرانس بانك، شوف واسكت، شوف والجأ لخالق الكون مش للعرافات. غوري في داهية يا ليلى، انت واللي زيك شفتوا البجاحة قد ايه؟ لو بتخلي الشيك انا بفل من الحلقة، بهرب من الحلقة، بخرج من الحلقة. شيك ب 150 الف دولار سنة 2012 ما شاء الله. طيب الفيزيتا اليومين دول وصلت كام يا شابة؟ وده شيك من سياسي لبناني على علاقة وقتها بالسعودية. امال النهاردة وهي بتتكلم عن السعودية مباشرة وعن الامارات مباشرة، يا ترى الفيزيتا وصلت لكام؟ تعالوا نتقي الله سبحانه وتعالى ونعبد الله حق العبادة. هل هذه الموتورة يصدقها أحد؟ هل هذه التي تتكلم عن الفن وكرة القدم وسياسات الدول والزلازل والبراكين، هل هذه يصدقها أحد؟ كده كده حضرتهم؟ لا لو كده ما لو كده بتكلم إيه؟ بتكلم إيه؟ لا لا حتى الدجال الأكبر ممكن ينخدع، لأن الدجالين مع بعض عارفين أنهم كذابين وهو عارف أنه كذاب. فيلم البيضة والحجر لأحمد زكي كان في كل تفاصيل هذا الدجل موجود ومتوفر، والأموال غير المحدودة التي يتقاضونها قالها هذا الفيلم، والكذب الذي يصدقه طالب الدجل أو الدجال لأنه جاهز يصدق. لا أعرف حقا هل يفقد الإنسان عقله حتى يصدق إنسان كل تفاصيله غير مقنعة؟ سأضع أمامكم جزء من حوار دار بينها وبين صحفي نشر هذا الحوار في جريدة شهيرة وهي النهار، وهو يكشف أنها نصابة أو كذاب أو دجالة تقبض الثمن ولك أن تصدق ما تريد. الصحفي بيقول لها إيه؟ بيقول الزميل جو معلوف الذي ظهرت معه في أكثر من حلقة في تلفزيون الجرس الذي أغلق هذا التلفزيون يؤكد أنك غير صادقة بل كذابة في كل توقعاتك، كيف تفسرين ذلك؟ بترد هي وتقول أستغرب هذا الكلام من جو معلوف، وهو الذي قال أمام المشاهدين أنه فتح ملفي لأنه اقتنع بإلهامي، لكن كل ما يقوله الآن يصب في خانة الابتزاز المادي. جميل، إذن أنت تعرفي أنك كذابة ولابد أن تدفعي لمن نجموك وعرفوا حقيقتك حتى يستر عليك. بيسألها هل تقبضين أموالا من الأشخاص الذين يقصدونك لتتوقعي لهم؟ أجابت أكيد أقبض. فهل هناك أي شخص يعمل دون ما مقابل مادي؟ إذن هو عمل وليس إلهام كما تقول. النصاب مؤمن أنه أيضا يعمل. من الذي يدفع لك؟ تقول تدعوني مجموعة من السيدات إلى عشاء مثلا في قصر أو فيلا، وبعد ذلك أجلس مع كل واحدة على انفراد في مكتب مخصص لي كي تأخذ السيدة راحتها في طرح الاستفسارات التي تريدها حول حياتها العامة والخاصة. هو ده الإسلوب، إنك تقعد تسمع وتخرج من الكلام ده غير المخبر اللي بيزودك. وده وضح أيضا في البيضة والحجر، هناك شخص مخبر، شخص ما هو الذي يدبر هذه اللقاءات ويزودها، يزود النصاب الدجال بالمعلومات عن الشخص المسكين اللي وقع تحت ايده، فيبدأ بطريقته طرح المعلومات، ومن هنا يصدم الشخص لأنها تقول معلومات حقيقية عنها ولكن تم تسريبها كما تفعل المخابرات. وهذا أيضا بالنسبة للأخبار العامة، مش عارف مين هينجح في انتخابات، مش عارف مين هيغتالوه إلى آخر الحركات دي، حضرتك بتبقى المخابرات مدبراها وبتديها لها عشان تفوتها، هو بيحصل لكنها لم تذكر ولو مرة واحدة اسم شخص محدد سوف يحدث له شيء ويحدث له بالفعل، ولكنها تقول لك سوف يحدث في لبنان مشكلة كبيرة، مصيبة كبيرة، الدولار مش عارف سوف ينهار، ما هو الدولار مضروب على عينه في لبنان، هي محتاجة حد يتوقع يعني. على العموم هي تحصل مقابل مادي، مقابل ظهورها في التلفزيونات. الراجل بيسألها هل كنت
منتشرة وتحصلي على مقابل مادي قبل شهرتك في تلفزيون الجرس؟ قالت له طبعا، قبل إطلالاتي في الجرس كنت أقدم كل شهر حلقة مع الإعلامية ريما نجيم في صوت الغد وأقبض. هل علمت أنها شغلانة كالمحلل السياسي والمحلل الرياضي الذي يشغل الناس بإطلالاته وكذبه؟ سألها هل تحتاجين إلى الجلوس منفردة لاستحضار إلهامك؟ بتقول قد أكون في السيارة وأشعر بشيء ما، أو أتابع التلفزيون وأشاهد شخصية سياسية ما أو فنية ما، فيمر في خاطري حدث ما يخصها فأدونها. فمثلا لقد قلت أن حسني مبارك سيخرج من السجن ونحن نقول لها يا أيتها العرافة الكذابة. كل من كان يتابع الأحداث في مصر وبعد ما حدث الانقلاب في 2013 كلنا يعرف أن حسني مبارك سوف يخرج، هذا أمر بديهي. لقد قالت هذا قبل خروجه مباشرة وبإلهام من جهات الاختصاص حتى تصبح منجمة مصرية أيضا تستخدم عند اللزوم، وهذا ما يحدث اليوم. يقول لها لكن العديد من توقعاتك لا تتحقق، إذا تحقق بعض توقعاتي فهذا أمر مميز جدا. هي بتقول الإعلامية نضال الأحمدي أخبرتني أن أي شخص يظهر عبر التلفزيون يتوقع 10 أحداث تتحقق منها 4 يجعلونه بطلا. هي دي الحكاية، كم توقع من هنا وهناك مع ضرب 20 توقع، لما يضرب 1 أو 2 أو 4 منهم هذا الكاذب الكائن الذي يتم تنميته يصدقه الناس وينسوا الكذب الذي أخفق فيه. بيقول لها فهل هذا من الإيمان؟ أنت مؤمنة؟ تقول له هذا شيء وهذا شيء، هي ملاش علاقة، ما تدخلش إيمان في الموضوع. على العموم بيقول لها لكنك قلتي مع الإعلامية ماتيلدا فرج الله في برنامج التاريخ يشهد أن الانتخابات النيابية في لبنان ستحصل وفق قانون يجمع القديم والجديد. ده كان يعني بتقول لك انها ده كلام مؤكد، لكن الانتخابات اجلت وبسببها تشاجرتي مع فرج الله على الهوى وغادرتي البرنامج لانه قال لها انت كذابه. وعندما قلت ان النائب سليمان فرنجية لن يترشح للانتخابات النيابيه في الدوره المقبله كان هو قد اعلن قبل ايام، ما حدش بيتابع، أين إلهامك في هذا الموضوع؟ بيسألها. نشاهد كيف أن المذيعين الذين يستضيفونك يناقشونك في توقعاتك، فهل الإلهام يناقش؟ أنت متهمة بأنك تنتظرين توقعات ميشيل حايك لتعيديها بصياغة ثانية. يتردد أن علاقاتك مع السياسيين والمخابرات قوية جدا وهم من يزودونك بالمعلومات. كل هذه أسئلة تجيب ليت ذلك يحصل، من أنا ليعطيني السياسيون معلومات سرية؟ أنت كذابة مستخدمة أيتها السيدة. خلص الكلام في أمر هذه الدجالة وكل دجال، وعليك أن تعرف أن هذا شرك بخالق الكون الذي يعلم الغيب وأخفى. وقبل ما أقول لحضرتك هذا، مجد عبد الله يحبكم ويحييكم. أذكركم إن وجدتم أن هذه القناة مفيدة فاشترك بها، وإن وجدت أن هذا الفيديو ينفع الناس ويردهم عن الشرك فشاركه مع الأصدقاء. وأذكركم أيضا أن مثل هذه الحلقة لن تمر ولن يستمر عرضها لأنها تتعرض لأتباع الشيطان، يعني هيغلقوها ويحذفوها، إلا إذا دعمتموها بالإعجاب. وسلام.